السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة على اليوتيوب، كيف تجعل سيارتك لا تشتغل في حال نسيان درع علبة السرعة على أحد الغيارات، وكيف نجعلها تشتغل فقط عندما تكون الدرع في الوضع المحايد؟ سأقوم بتشغيلها عن طريق الريموت كنترول، ولمن أراد شراءه وطريقة توصيله على السيارة بالتفصيل فضع لكم الروابط أسفل الفيديو. لنبدأ الآن بعملية التشغيل. إذا لتشغيل السيارة أقوم بالضغط مطولا على زر فتح الشنطة. إذا لو نلاحظ هذا هو زر الشنطة، إذا أردت فتح الشنطة أقوم بالضغط ضغطتين فقط، ها هي انفتحت معنا. وللتشغيل نقوم بالضغط مطولا. سأقوم بوضع مثلا الغيار على الرقم 3 ونحاول التشغيل. ها هي لم تشتغل معنا إخواني، سأعيد إطفاء الكونتاكت بالضغط مرة أخرى، ها هو انطفأ معنا. الآن سأضعها في الوضع المحايد بهذا الشكل ونحاول مجددا. ها هي اشتغلت معنا السيارة بشكل عادي، سأعيد إطفاؤها. إذا كيف قمت بذلك؟ تابعوا الحلقة المقبلة، كما لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.